سيدي تحكي تبييض اموال سيدة اعتقد في نزاعات الدولة. الخلاصة الان كتشوف قلت لك هو يحاور مشهد ديمقراطي لكن في غياب رئيس تلك اللجنة. سعيد يعني المستفرد بكل السلطات هو نفسه ينزل باش يدير ويناقش اشغال اللجنة. هذه الصورة واحد اعضاء اللجنة يقول 5 مليون بعد لخبطة في الأرقام يحكي لها 5 مليون في النهاية 5 مليارات فقط راه متصبوا في الميزانية. هذا كل بعد الوعود وأموال أموال التي يمكن أن تغنينا عن الديون. هكذا كان يتحدث سعيد باختصار. أنا والله عندي اقتراح بسيط. فما برنامج في الزيتونة اسمه تفرهيدة جاك اللي فيه الضحك يضحكوا الناس. أنا مثلية لو كان الزيتونة تتبناها اللقطة هذه فيها 4 ساعة تقريبا لدرجين فيها تيبروكو غريب عمره ما صار بين واحد يعتقد اللي هو عنده رسالة سماوية ويتكلم باسم الشعب اللي هو قيس سعيد والناس اللي حواليه ماذا بيهم يطولوا في الوظيفة هذه وياخذوا رواتب. فلا الأرقام صحيحة ولا الحقائق صحيحة ولا هم متفقين على حتى أدنى شيء. هذه تصلح كيف الكاميرا كاشي في رمضان الجاي ان شاء الله يمتعونا بها يجيبونا مثل المشاهد هذه هذاك رايا تعطي صوره على اللجنه الاصل فيها تكون عندها الارقام ثابته وعندها جدوله لكل الاموال التي من ضبطها كل واحد يرشق علينا أي. مش هذا اللي هما توجدت عليه اللجنه. توجدت اللجنه باش تعمل ما يسمى صلح باش الناس في بقعه باش تمشي للحبس تحط الفلوس اللي هما مطالبين بها. وجايبت لنا حكاية حي درابك هذه بتاع واحد قتل أرواح ولا تبييض أموال وقال هذا هو فلوس الشعب. هو بينه بفمه وقال هذه فلوس الشعب. يا ولد أنا شعب خطير شعب مسكين كيفاش باش توكلوا الأحرام؟ كيفاش باش ترضعوا من هالثدي هذا الممسخ؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. لا هي أعلناته دكتور قالت له يحب يقابل سيد رئيس الجمهورية. ايه دو يقابلوا اذا كان هكا دو يقابلوا ما نسمعوش بيه. شكون هو هذا؟ الله يرحم الله مافيا الله مافيا. لا هو عمل قانون باش هو يقابل في الناس. ما هو طبق القانون ليش تقابل فيهم؟ شنو باش تبتز في الناس انت باش تقابل فيهم؟ انت تعطي في مجال نتاع الناس باش تبتزها شنو تقابل فيهم؟ فاش تقابل يقابل في مجرم لا يمكن يسري عنكم كما عملنا بتاع الشباب قصه وشباب الكاف وشباب المهديه اللي جاوه مش عنقهم كان اسمها لي ترند دو جودزيلا بالفرنساوي اسمها لي ترند دو جودزيلا حتى جودزيلا المونستر وقت اللي عنق واحد انا مشيك وحتى واحد هذا يطيح من يدير قيس سعيد ويمشي له يعنق واحد في المرناقيه ولا مش عارف عنده جراء مش يحب يقابل سيد الجمهورية هذا المطلب بتاعه وعيلته في منوبة وعيلته في منوبة بحنا شيء ما عيسى يا رجل فضايع أنا خوفي على الشركات الأهلية تنتظر مش ينتظروا الشركات الأهلية الآن برشا شركات إيه يستنوا في في حصاد هذه اللجنة باش يكبروا بها المشروع والاستثمار والتنمية صحيح وهذوما يخدموا وقالوا اليوم في عاملين مؤتمر من عرصيفين قالوا بتاع الذكاء الصناعي هذه ما بعد الحداثة نعم. هذه داخلة في الكوكب بتاع قيس سعيد وحده ما يعرفها إلا هو 6 شهور الوالة النتيجة نتاعها صفر دكتور اي 6 شهور الوالة 6 شهور صفر صفر وتو بعد شهرين ندخلوا 5 مليارات والشركات يستنوا باش يعملوا التنمية يخلقوا التنمية ما وقفولهم القانون 38 كانوا مستنوا تو تجي دعم صحيح استنوا توجيه فلوس هذا هو هو الدعم وراه لهم اليوم كيفاش لو يكملوا يايسوا اللي يفيدوا حجره يكملوا يلوحها الليله